بسم الله. برنامج الأرشكاد من برامج البيم الممتازة جدا. دلوقتي هنبدأ معايا إن احنا نرسم وول. لما تيجي ترسم وول، أول ما تختار أمر وول بتلاقي الديفولت سيتنج ده اختلف اتغير، الشريط ده فيه أوامر تانية موجودة اهيت، تمام. أول ما بتختار الدور مثلا بتلاقي الأمر اتغيرت، الويندو كل حاجة بتختلف حسب الأمر اللي انت اخترته. فأنا لما اختار وول ألاقي هنا الشريط ده ظهر معايا، تمام. بلاقي من هنا سيتنج دايالوج. سيتنج دايالوج ده ممكن افتحه برضو من ان انا اضغط مرتين على وول، ونفس الفكره برضو في الدور، ونفس الفكره في البيم، ونفس الفكره في السليب. احنا لو استوعبنا حاجه واحده مثلا زي الوول هتلاقي بقيه الامر كلها سهله ان شاء الله، تمام. لان هي الفكره واحده، الفكره ان انت اتنقلت من الكاد للبيم، فهتلاقي كل العناصر بتستخدم نفس الطريقه، تمام. هنا مثلا بيقول لي انت عايز الوول توب بتاعك فين، والهوم ستوري بتاعك فين. وليكن مثلا الهوم ستوري مثلا جراوند. طيب الوول توب بتاعي انا اخليها مثلا الدور التاني، تمام. انا كده حددت بداية الارضية بتاعتي، وحددت التوب بتاعي. ممكن مثلا تكون انت مش عايز الدور التاني بالظبط، عايز مثلا فوق الدور التاني مثلا ب 200، 200 مللي مثلا، او هنا عايز مثلا دوت يبقى ايه، مش عايز تبدأ من الجراوند، لا عايز تبدأ من الجراوند 300 مثلا، تمام. هاي وهتلاقي هنا بيبدأ يحسب لي ارتفاع الدور بتاعها هيبقى كام، ومديك شكل برضه بيقول لك انت سبت مسافة قد كده 300 وطلعت فوق على الدور التاني. ممكن اكون سبت مسافة لان انا عندي الارضية بتاعتي نفسها اعلى من دور الجراوند في الحتة دي ب 300 مللي، فمفيش مشكلة، تمام. هنا ده للبروجكت زيرو، بيشوف البروجكت زيرو عند دي ويقول لي انت كده فوق البروجكت زيرو ب 300. ممكن انا اكون مثلا مناسب للدور الاولاني، فهو يبدا يحسب يشوف الدور الاولاني ويقول لي انت بينك وبين الزيرو بتاع المشروع قد كده. وممكن تغير لو انت عايز تغير الرقم هنا تلقائي هيتغير. هنا بيحدد نوع الحيطه، عند انواع كتير جدا من الحيطان، ممكن تضيف زي ما انت عايز. ميزة الارشكاد ان هو في موسوعة كبيرة قوي من الحاجات، وتقدر تضيف من على النت وتنزل اللي انت عايزه، تمام. هنا هيبقى شكل الحاجة اللي هشتغل عليها ازاي، يعني ده مثلا شكله في الفلور مثلا، ده في الفلور بلان، شكله في البروجيكشن. لو في كات لاين هيبقى شكله عامل ازاي، لو كات لاين بين هيبقى شكله عامل ازاي، تمام. لو اوت لاين ببدأ احدد شكله في البلانات والسكاشن هيبقى الخطوط عامله ازاي والحاجات دي كلها، تمام. هقول له اوكي وهبدأ ارسم. بلاقي عندي هنا ان انا ممكن ارسم خط عادي منفصل، يعني برسم خط ولا نفسي وقفت، اضطر اجي هنا عند علامة الصح دي وابدأ ارسم خط تاني، تمام. واجي هنا برضو عند علامة الصح ارسم خط، تمام. يعتبر كل حاجة منفصلة عن نفسها، تمام. طيب انا مش عايز كده، انا عايز الخط معايا يكمل، تمام. فهاجي هنا اقول له وول وابدأ اختار الشكل دوت، بحيث ان انا ده بولي وول اهو. طول ما انا شغال الامر موجود معايا، تمام. طب اقدر عايز ارسم حاجة فيها قوس، مديني ادوات هتساعدني، يعني ده مثلا برسم بقوس بالطريقه ديت، ده اول نقطه وده تاني نقطه وارسم قوس بينهم، تمام. عايز ارسم خط تاني ارجع خط تاني اهو، تمام. طيب عايز ارسم قوس بطريقه تانيه اهي، تمام اهي. حددت الزاويه بتاعتي distance الانجل اهي. طيب الطريقه كمان تلات نقط، بدله نقطة التانية التالتة، تمام. سنتر بوينت ده بحدد له سنتر بوينت بتاعتي وببدأ ارسم القوس بتاعي، تمام. طيب عايز ارجع تاني ان ارسم خط، اختار هنا وابدأ ارسم خط عادي خالص، تمام.
كده يبقى انا رسمت الشكل بتاعي. طب انا عايز اشوف 3 دي، اجي هنا وادوس اوبن 3 دي فيو، ادهو الشكل اهو في 3 دي، تمام. ادوس كنترول تاب عشان ارجع للشكل اللي قبل دوت، او ممكن تدوس F3 عشان ترجع تروح لل3 دي، تمام. طيب لما برجع لامر وول بلاقي برضو عندي اوامر ان انا ارسم على هيئة قوس او على هيئة دايرة، يعني ده هنا بحدد نقطة المركز وابدأ اسحب واحدد اول نقطة وتاني نقطة، ده بحدده 3 نقط، 1 2 3، خلاص ده بحدد له الدايرة اهو، حددت نقطة المركز وابدأ بقى ايه ارسم الدايرة بتاعت 3 نقط وهو بيرسم الدايرة، تمام. 1 2 3 ماشي. وهنا ممكن برضو تختار الماتيريال، هنا برضو هتلاقي الاختيارات التانية برضو للوول او ادوات مساعدة زي التوب، الارتفاع بتاعي، الحاجات دي كلها، تمام. طيب لو انا عايز اشوف سيكشن للموضوع دوت، باجي هنا بلاقي هي علامة سيكشن، قوله مثلا على سيكشن من هنا لهنا، مثلا من هنا لهنا، تمام. بيقول لي عايز سيكشن انا ناحيه، اقول له مثلا انا عايز ناحيتي، ارجع على السيكشن ورايت كليك واقول له ايه اوبن سيكشن، الاقي ان هو رسم لي السيكشن مظبوط زي ما انا قلت له اعمله بالظبط. هتلاقي ان انا طلعت اهوت المسافه من الجراوند فلور وطلعت فوق الدور التاني برضو بمسافه، ده كان 300 مللي وده كان 200 مللي، تمام. فزي ما انت شايف الشغل عليه سهل جدا، ان احنا رسمنا حيطان، ان احنا عملنا سيكشن، زي ما هنشوفها ان احنا نعمل دور ويندو كولوم، كل الحاجات دي سهلة وفيها بعض المزايا ممكن ما يكونش في البرامج التانية، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله مع بعض. عمر سليم.